السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا دكتور محمد. وعليكم السلام. طيب يا جماعة، أنا بس عشان ما نتأخرش يعني في البداية، إحنا إن شاء الله النهاردة يعني هنتكلم على الـ هناخد السيريبرال بروتكشن. أنتوا طبعا خدتوا الجزء اللي إحنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت اللي هي الريكوردد، كان بيتكلم على الفسيولوجي. طبعا الجزء ده مهم جدا علشان بقى نفهم المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله. طيب خلونا نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مبدئيا كده، طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه لما بيحصل برين انسلت، سواء كان ده تروماتيك او اسكيميك او في انتركرينيال هيموريدج، ايا كان ايه نوع الانسلت ده، فبيكون في عندنا تو تايبس اوف انسلتس. البرايمري انسلت اللي هو حصل اصلا نتيجه المشكله اللي حصلت سواء كانت تروما او غيره، وبيكون اراوند البرايمري انسلت دي بيكون في حاجه اسمها الاسكيميك بنمبرا. خلاص. طيب البرايمري انسلت دي بتكون ممكن تكون مثلا على سبيل المثال ان في برين كونتيوجن، ان في مثلا انترا كرينيال هامرج سواء كان انترا سيريبرال او سب اراكنويد او اكسترا ديورال او سب ديورال او خلافه، او ممكن يكون في مثلا اسكيميا او انفاركشن، ممكن يكون في حاجه اسمها ديفيوز اكزونال انجري. ديفيوز اكزونال انجري دي حاجه بتحصل عاده في التروما، او لو حصل مثلا ان في سبيس اوكيوباينج ليجن مثلا، والسبيس اوكيوباينج ليجن ده بدا يضغط على الادجيسنت ارياز، تمام، فبيحصل حاجه اسمها الديفيوز اكزونال انجري. حد يعرف ايه هو الديفيوز؟ دي حاجه دايما بنقولها، يعني دايما انا فاكر لما كنا نواب في فرعيه النيوروسيرجيكال تروما، كان دايما في عيانين، العيانين دول كانوا بيجوا الجلاسكوما سكور بتاعهم فيري لو، نعمل السي تي برين بتاعهم ما فيهوش مشكله، نستنى العينين دول يريكفر اسبوع في اتنين في تلاته، مفيش اي ريسبونس خالص على الرغم ان السي تي برين بتاعهم نورمال. حد يعرف ايه يعني كلمه الديفيوز اكزونال انجري او الدايجنوزس ده هو ايه اصلا؟ اعتقد انه كان بيقوله يا محمد اللي هو الفانكشن بتاع السي ان اس بيستوب تمام. كفانكشن، والفانكشن دي بتبقى ستوب ليه يا دكتور ايمن؟ ايه اللي بيأثر عليها يعني؟ اللي هو الميتابولايتس والاكتيف ميتابولايتس هم اللي بيحصل لهم، ما بيحصلش رينيوال يعني ما بتتجددش، تمام. اعتقد كده. طيب حد عنده أي آراء أخرى؟ بيحصل شيرنج للاكسونز بتاع النيورونز، تمام. والشيرنج ده يعني إيه مشكلته برضه؟ هو زي ما قال الدكتور برضو بيطلع ميتابولايتس وبتعمل تأثير توكسيك يعني. طيب هو دكتور محمد تيسير، حضرتك قلت جزء من الإجابة فعلا صح، زي ما أنت قلت فعلا هو بيحصل زي شيرنج فورس، والشيرنج فورس دي هي أنتوا عارفين إنه في حد من الناس كان بيقول لك إنه وظيفة الجسم هو إن أنت تو كاري ذا برين أراوند، يعني هو طبعا البرين هو أهم عضو في الجسم المفروض يعني. هي الفكره ان انت هي الفانكشن بتاعت السي ان اس هي بتعتمد على ايه؟ ان انا في عندي بليونز اوف نيورونز، والنيورونز دي يعني انت مثلا بتتكلم على النيورون الواحده، بيكون السيل بادي بتاعها ممكن يكون في كوميونيكيشن مع 10,000 نيورون تاني، تمام؟ يعني السينابسز كل خليه كل نيورون بيكون كوميونيكيتنج مع 10,000 نيورون تاني عن طريق الايه؟ عن طريق السينابسز. فاللي بيحصل ايه في الديفيوز اكزونال انجري، بيحصل انه نتيجه الشيرنج فورس دي، فالكوميونيكيشن مش فكره الميتابولايتس او حاجه، هي فكره انه الكوميونيكيشن ما بين النيورونز وبعضها بيبدا ان هي تبقى ديسربتد. يعني النيورونز بتكون موجوده وعايشه وكل حاجه، لكن المشكله ان ما فيش كوميونيكيشن ما بين النيورونز وبعضها، هو ده اللي بيسموه الديفيوز اكزونال انجري. طبعا الديفيوز اكزونال انجري ده من الحاجات اللي بتبقى سيفير، يعني زي ما قلت لكم في عيانين بيبقوا السي تي بتاعهم نورمال ما فيهوش اي حاجه، ما فيش حاجه ايفيدنت في السي تي برين، لكن العيانين دول بيبقوا فانكشنالي بيبقى في مشكله كبيره جدا، وده زي ما قلت لكم عاده بيكون هنا الدياجنوزس اللي هو الديفيوز اكزونال انجري. نرجع للنقطه الاساسيه اللي بنتكلم فيها، انه زي ما قلت لكم ده في الاول بيكون حاجه اسمها البرايمري انسلت.
طبعا البرايمري انسلت ده انا يمكن ما اكونش اقدر اعمل فيه حاجه قوي، ممكن في اوقات تانية اقدر، يعني لو ده كان كنترولد انسلت، يعني زي مثلا عيان بيعمل سيرجي، عيان بيعمل مثلا تيومر بيعمل حاجه، فهنا البرايمري انسلت ده ممكن ان انا في السيرجي ان احنا مثلا نستخدم حاجات او تكنيكس معينه بحيث ان انا اليمت البرايمري انسلت ده على قد ما اقدر، زي مثلا انا استخدم حاجات زي النيوروفيسيولوجيكال مونيتورنج، في حاجه اسمها الستيريوتاكتيك تكنيكس بيستخدموا حاجات زي السي تي برين او الام ار اي او كلام زي كده، بحيث ان هو يلمت السيرجيكال تروما للتارجت بتاعها بدون ما اعمل اي انسلت اوتسايد القصه دي. او لما كنا طبعا حضراتكم طبعا في منكم تخدير وفي منكم اي سي يو، لكن طبعا زي ما انتم عارفين في بروسيجر مشهوره قوي بتتعمل حاجه اسمها الاويك كرينيوتومي. الاويك كرينيوتومي دي ببساطه شديده ان هو بيعمل السيرجي والعيان ده اويك. طبعا هي مراحل بتتم في العمليه اللي هي الانستيزيا والكلام ده، طبعا القصه دي العيان غالبا بيبقى بيتحط له حاجه اسمها لارينجال ماسك اير واي، وبعد كده بنبدا نصحي العيان في نص العمليه. هنا هو طبعا هنا بيشتغل على حاجه اسمها الاليكوينت ارياز. الاليكوينت ارياز دي لما بيجي يشتغل مثلا على سبيل المثال على ليجن، الليجن ده في الدوميننت هيمسفير وقريب مثلا من السبيتش اريا او الرايتنج او او او، فبالتالي اي ده استاد القاهره خلاص، اي انجري في المنطقه دي هتعمل فانكشنال امبيرمنت عنيفه خلاص، فبالتالي هنا بنخلي العيان ده اويك خلاص. فهو هنا بيبقى ذا بيشنت بيبقى المونيتور بتاع نفسه، ان انا هنا لما باجي اعمل السيرجيكال تروما او ان انا ببدا اعمل الاكسجن بتست، ببدا نبدا ان احنا نتكلم مع العيان وكلام زي كده، لو حصل اي مشكله يبدا الجراح يبعد عن الايه عن المنطقه دي. يبقى هنا دي انا هنا ممكن ان انا اتحكم في البرايمري انسلت، لكن في اغلب الاحوال لو انا بتكلم مثلا عن عيان حصل له ستروك او عيان مثلا اتعرض لتروما، فهنا البرايمري انسلت دي حصلت وخلاص. هنا المشكله او انا دوري هنا كانتنسيفست مثلا، او على فكره بالمناسبه زي ما هنتكلم بعد شويه عفوا زي ما هنتكلم بعد شويه انه البريفنشن اوف سكندري برين انسلت المفروض ان هو يبدا بري هوسبيتال قبل ما العيان ده يوصل للمستشفى. يعني يكون ان انا حافظ على الاير واي، ان انا حافظ على الاكسجينيشن، ان انا حافظ على الهيموجلوبين ليفل، كل الكلام ده ده المفروض ان هو بيليمت السكندري برين انسلت. لكن في النهايه الراجل ده هيبريزنت اما للإمرجنسي روم لو حضرتك في الإمرجنسي روم، او في الاناثاتيك روم لو حضرتك دكتور تخدير، او بعد كده في الانتنسيف كير، وبالتالي برضه هنطبق نفس الايه نفس البرنسبلز. طيب هاو تو بريفنت السكندري برين انجري. طيب هنا زي ما قلت لكم اول حاجه انه لازم افكر على طول اي عيان في انسلت حضرتك شفته at any point، سواء كان في الامرجنسي، سواء كان في عربية الإسعاف، سواء كان في أوضة العمليات، لازم على طول أفكر إن أنا لازم أنترفين immediately علشان أمنع الاكستنشن أوف إنجري اللي هو هيبقى هنسميه هنا السكندري انسلت. ليه؟ لأن بيكون around the primary insult هنا بيكون في حاجة اسمها الاسكيميك بنمبرا. طبعا كلمة بنمبرا دي هي ترجمتها إن هي بيكون في إيه؟ بيكون في بنمبرا دي يعني هلال، يعني فهي المنطقه اللي حوالين البرايمري انسل خلاص. يبقى انا دوري هنا ان انا امنع الايه الاكستنشن. طيب ازاي امنع الاكستنشن؟ ان انا استابلايز الاي بي سي، ان انا اشوف الاي بي سي ابروتش، ان انا اشوف الاير واي، وان انا اتاكد ان الاير واي بيتنت وما فيش ريسك للاسبيريشن. ولو العيان ده في ديبرست كونشسنس يبقى انا هنا هعمل انتيوبيشن. لو العيان ده في اكتف سيجرز مثلا بوست تروماتيك او بعد الاسكيميك ستروك او الهامرج او وات ايفر، فبرضه انا هنا لازم اكونترول الاير واي. كنترولنج الاير واي هنا هدفه ايه؟ اولا طبعا علشان اكونترول الفنتيليشن وامنع طبعا الكومبليكيشنز اللي انا اتكلمت عليها، لكن هكنترول الفنتيليشن، همنتين الاكسجينيشن، وهمنتين النورمو كابنيا خلاص. البريدنج برضو بتاكد من البريدنج، العيان ما عندوش اي ايمرجنسي ريليتد للريسبيراتوري سيستم، هشوف الاكسجينيشن بتاعه. السي طبعا الهيمودينامكس عشان البرفيوجن، والدي طبعا ان انا اسس هنا البرايمري انسلت عملت ايه عشان اقدر امونيتور العيان، او
ان انا اصلا ممكن في الدي ان انا ادياجنوز حاجه محتاجه immediate intervention، زي مثلا على سبيل المثال عيان تروما وحصل له اكسترا ديورال هامرج. طبعا الاكسترا ديورال هامرج دي از ان ايمرجنسي. ليه الاكسترا ديورال هامرج؟ يعني احنا مثلا لو بقارن ما بين الاكسترا ديورال هامرج وما بين السب ديورال هامرج، ف بنعتبر ان الاكسترا ديورال از ان ايمرجنسي. حد يعرف ليه الاكسترا ديورال از ان ايمرجنسي والسب ديورال لا؟ حد يعرف؟ الاكسترا ديورال غالبا بارتيريال. اكسلنت، علشان الاكسترا ديورال دي غالبا بيكون ارتيريال اللي هو الميدل ميلينجيال ارتري، خلاص، وبالتالي الاكسبانشن هنا بيكون كبير. مش كل الاكسترا ديورال، بالمناسبه مش كل الاكسترا ديورال بيتعمل لها انترفنشن، احيانا بيكون في مايلد كيسز فممكن ان انا امونيتور، خلاص. لكن غالبا لو انا عندي اكسترا ديورال واكسباندنج وكلام زي كده فلازم اعمل ايميديت انترفنشن. يبقى انا هنا الجزء ده طبعا الاكسترا ديورال هتعمل ايه؟ الاكسبانشن ده هيبدا يعمل كومبريشن على البرين. طبعا الكومبريشن على البرين غير ان هو هيعمل قصه الهرنيشن والكلام ده، لكنه كمان بيعمل ديستورشن للانترا سيريبرال بلاد فيسلز، بيعمل كينك في الفيسلز وديستورشن، وبالتالي ممكن يعمل اسكيميا، خلاص. طبعا ده غير انه الاكسترا ديورال هيماتوما نفسها لو العيان تروماتيك برين انجي ما بتبقاش دي الانسلت الوحيده، الاكسترا ديورال هيماتوما ممكن يكون كمان حصل معها ديفيوز اكزونال انجي او برين كونتيوجن او كلام زي كده، وبالتالي الاكسترا ديورال مع الكومبريشن بتاعتها والاسكيميا ممكن تزود الايه السكندري انسلت اللي هي مع البرايمري انسلت اللي هي اوريدي حاصله زي الكونتيوجن او خلاف، خلاص. زي ما قلت لكم طبعا قصه الاميديت دايجنوزز والانترفنشن، مثلا على سبيل المثال لو انا بتكلم في عيان حصل سبونتينيوس هامرج زي العيان السب اركنويد هامرج مثلا، في نسبه تقريبا حوالي 20% من العيانين اللي بيحصل لهم سب اركنويد هامرج بيحصل لهم ريبليدنج في اول 12 ساعه الى 24 ساعه، وبالتالي لو انا دايجنوز العيان عنده سب اركنويد هامرج يبقى انا لازم من ضمن الحاجات علشان امنع السكندري انسلت ان انا ايه ان انا اعمل ايرلي انترفنشن. طبعا الايرلي انترفنشن هنا لو انا بتكلم في السب اركنويد اما ان هو مثلا يعمل الكويلنج او ان هو يعمل الكليبنج. طيب الفكره الاساسيه في البريفنشن اوف سكندري برين انسلت ان انا بحافظ على البالانس ما بين الاكسجين سبلاي والاكسجين ديماند. طيب لو انا عايز اتكلم على الاكسجين سبلاي بنتكلم بالمعادله اللي كلنا عارفينها اللي هي الدي او 2 بتساوي السيريبرال بلاد فلو مضروبه في الارتيريال اوكسجين كونتنت. يبقى انا لو عايز احافظ على الاكسجين ديماند يبقى انا لازم احافظ على الفلو والارتيريال اوكسجين كونتنت. طيب السيريبرال بلاد فلو زي ما عرفنا من المحاضره بتاعه الفسيولوجي بيساوي السيريبرال بيرفيوجن بريشر على السيريبرال فاسكولار ريزيستنس. طيب هو السيريبرال بيرفيوجن بريشر ده بيساوي ايه؟ المين ارتيريال ماينس الانتراكرينيال. تمام، المين ارتيريال بريشر ناقص الانتراكرينيال بريشر. هنا في نقطه مهمه لازم نعرفها او يعني حاجه كونسبت كده نفهمه، انه لو انا عندي اورجان هنا خلاص وفي ادي ده فيسل هنا بيسبلاي ارتري مثلا وعندي هنا فين، المفروض ان في المفروض هنا في فلو، خلاص. الفلو ده بيحكمه البريشر ديفرنس ما بين مين ومين. الفينوس ديفرنس، الارتيريو فينوس ديفرنس، خلاص. طيب القصه دي ليها اكسبشن، الاكسبشن هو ايه؟ ان يكون في بريشر في الاورجن ده او في السيستم ده اعلى من الفينوس بريشر. يبقى انا هنا لو البريشر ده اعلى من الفينوس بريشر هيعمل كومبريشن هنا، تمام، وبالتالي الفلو من الارتيريال سيستم الى الفينوس سيستم هيعتمد على مين؟ على البريشر ديفرنس ما بين الارتيريال وما بين البريشر اللي موجود ده. طيب اكزامبلز على كده ايه؟ زي ما قلنا دلوقتي السيريبرال بيرفيوجن بريشر، انا عندي دلوقتي الكرينيوم دي كلوزد بوكس زي ما احنا عارفين، لو الانتراكرينيال بريشر اللي هو عاده بيكون اعلى من الفينوس بريشر فبالتالي اللي هيحكم الفلو هنا هو الديفرنس ما بين المين ارتيريال بريشر وما بين الانتراكرينيال بريشر. طب اكزامبلز ثانيه زي ايه؟ زي الانترا ابدومينال بريشر،
لو عيان عنده ابدومينال كومبارتمنت او ابدومينال هايبرتنشن، العيانين دول لو انا جاي اتكلم على الرينال بلاد فلو او الرينال بيرفيوزنج بريشر، يبقى الرينال بيرفيوجن بريشر هيساوي المين ارتيريال بريشر ناقص الانترا ابدومينال بريشر. ده ليه؟ لانه الانترا ابدومينال بريشر از هاير ذان السنترال فينس بريشر. عشان كده لو انا عندي عيان عنده انكريز في الانترا ابدومينال بريشر وعايز احافظ على الرينال فانكشن، او العيان ده بدا يحصل له بدايات اكيوت رينال فالير، من الحاجات المهمه طبعا غير ان انا اقلل الانترا ابدومينال بريشر ان انا ارفع الايه المين ارتيريال بريشر. طيب يبقى هنا السيريبرال بيرفيوجن بريشر بيساوي المين ارتيريال بريشر ناقص الانترا كرينيال بريشر. يبقى انا هنا كنت بقول ان السيريبرال بلاد فلو بيساوي السيريبرال بيرفيوجن بريشر، او انا اسف، الدي او 2 بيساوي السيريبرال بلاد فلو في الارتيريال اكسجين كونتنت. وبعد كده قلنا ان السيريبرال بلاد فلو بيساوي السيريبرال بيرفيوجن بريشر على السيريبرال فاسكولار ريزيستنس، وقلنا ان السيريبرال بيرفيوجن بريشر بيساوي المين ارتيريال بريشر ناقص الانترا كرينيال بريشر. طيب يبقى انا هنا من الحاجات اللي انا علشان تو بريفنت السكندري برين انسلت ان انا عايز اكنترول هذا الجزء من المعادله، المين ارتيريال بريشر والانترا كرينيال بريشر. طيب المين ارتيريال بريشر ان انا تو مين تو كيب المين ارتيريال بريشر اباف 80 ملم مركري او تو افويد هايبوتنشن. طيب تاني حاجه عايز اقلل الانتراكرينيال بريشر ازاي؟ ان احنا بنرفع بنليفيت طبعا اف ات سيف. طبعا في العينين التروما لازم اخد بالي لو العين ده عنده، لو هو طبعا تروما وديبرست كونشسنس لازم العيان هنا اكلير السيرفايكال سباين. خلاص طبعا هنا لو العيان ما فيش اي حاجه تكلير السيرفايكال سباين فانا بعتبر ان العين ده عنده سيرفايكال سباين injury until proved otherwise. خلاص طيب امتى محتاجش ان انا اعمل كليرنس للسيرفايكال سباين؟ يعني انت جاي عيان تروما والعيان ده تروماتيك برين انجري وعنده فيشيال تروما وكلام زي كده، وممكن ان انا يعني اتغاضى عن موضوع السيرفايكال سباين ده. لو الفور لينب كويسين يا محمد او مفيش تروما في النك، اثر تروما للنك، تمام مفيش تروما في النك، بس ممكن العيان ما يكونش فيه تروما دايركت تروما في النك يا دكتور ايمن، يعني ما شوفش دايركت تروما من بره. وممكن العيان يكون بدا يحصل له سبلكسيشن والفور لينبس كويسين بس اول ما ابدا احركه يحصل الانجري. هو غالبا لو في سيرفايكال انجري غالبا الديافرام هيتاثر فمش هيعرف يبدا ياخد نفس، فغالبا لو النفس بتاعه كويس اعتقد ان السيرفايكال ريجن هتبقى كويسه بالاضافه للفور لمبس بيتحرك كويس. تمام بس انت ده الكلام ده لو مثلا لو الانجري اباف مثلا سي 5، لكن لو الانجري تحت سي 5 في حاجه اسمها كانيديان سباين رول. ماشي كنديان ايه بتقولي كنديان يا دكتور محمد؟ ثاني يعني من ضمنها مش فاكرها كويس، بس من ضمنها نخلي يحرك البيشنت نفسه يحرك النك بتاعه 45 degrees left and right. تمام وفي كرايتيريا تانية في الهيستوري بس صراحة تمام. طيب خلينا نتفق على حاجة، أول حاجة لازم العيان يكون fully conscious، دي نمرة واحد، لازم العيان يكون fully conscious. تاني حاجة انه العيان ده ما يكونش فيه عنده pain او tenderness في النك. النقطة التالتة ان العيان ده ما يكونش اللي عنده لا موتور ولا sensory deficit. خلاص يبقى دي حاجات لازم تكون موجودة علشان انا كده هعتبر ان العيان ده السيرفايكال سباين بتاعه سليم. اي من الحاجات دي فيها مشكلة يبقى انا بعتبر ان السيرفايكال سباين ده unstable until proved otherwise. خلاص يبقى انا هنا هبدا اليفيت الهيد اوف ذا بيد، يعني دي بس بمناسبه الكلام لان هي ريليتد للقصه. يعني يبقى انا هاليفيت الهيد اوف ذا بيد لو انا ايه، لو انا زي ما قلنا عامل ايه، عامل ستابيلايزيشن للسيرفايكال سباين او ان العيان اوريدي ما عندوش مشكله. النقطه الثانيه طبعا هنا الاليفيشن للهيد اوف ذا بيد ده طبعا بيحسن الفينس درينج
وبالتالي هيقلل ايه؟ هيقلل السريبرال بلاد فوليوم. ولما يقلل السريبرال بلاد فوليوم هيقلل الانتراكرينيال بريشر. خلاص، يبقى دي اول حاجه اقدر اعملها. يبقى نمره واحد، لو انا عندي عيان عايز اقلل الانتراكرينيال بريشر، اول حاجه لازم افكر فيها ان انا ارفع الايه، الهيد اوف ذا بيد. طيب تاني حاجه هنعملها ايه؟ ان انا امنتين النيوترال هيد بوزيشن. طيب اهميه ان انا احافظ على النيوترال هيد بوزيشن ايه؟ علشان ما يحصلش كانك للانترنال جاجولار فينز وبالتالي اعمل فينس كونجشن. نفس الفكره، سواء بقى ان العين يكون راسه جايه يمين شمال او ان هو يعمل اكستريم فلكشن او اكستنشن، ده نفس الكلام. طيب النقطه اللي بعد كده ان انا امنتين السي او 2 ليفل ما بين 30 تو 35. طبعا ده لو العيان فولي كونشس وقادر يتنفس وكلام زي كده، خلاص انا مش هقدر اكونترول القصه دي، لكن على الاقل هافويد ان هو يزيد. ازاي؟ بان انا افويد ان انا ادي للعيان ده حاجات ممكن تعمل ريسبيراتوري ديبريشن مثلا زي الاوبيويدز. خلاص، طيب لو انا العيان انا من الاول قررت ان انا انتيوبيت، يبقى انا هكنترول الفنتليشن وهمنتين السي او 2 ليفل ما بين 30 تو 35 مليمترز مركري. ايه علاقه السي او 2 بالانتراكرينيال بريشر؟ بيزود السي او 2 زياده، بيزود بيزود ازاي بقى؟ الهايبر كاربيا بتعمل سيريبرال فازو كونستريكشن، والهايبو بتعمل فازو دايلتيشن. العكس، المفروض العكس. العكس، العكس. هي CO2 طبعا الهايبر كابنيا بتعمل سيريبرال فازو دايلتيشن. لما يحصل سيريبرال فازو دايلتيشن هيزيد الانترا سيريبرال بلاد فوليوم وبالتالي يزيد الانترا كرينيال بريشر. طيب لحد امتى او الرينج اللي بيتغير من خلاله السيريبرال بلاد فلو؟ هو من 20 الى 80 مليمترز مركري. خلاص، طبعا هنا السيريبرال بلاد فلو او السيريبرال بلاد فوليوم بيزيد بنسبه تقريبا من 2-3% لكل 1 مليمتر مركري انكريز في السي او 2. ولو انا السي او 2 دبلد فالسيريبرال بلاد فلو كمان هو هيبقى دبل. خلاص، ده في الرينج من 20 الى 80 مليمتر مركري. طيب احنا بنتارجت ايه؟ بنتارجت من 30 ل 35. لو زاد عن كده هيحصل زي ما قلنا، هيحصل انكريز في السريبرال بلاد فوليوم ويزيد الانتراكرينيال بريشر. طيب ليه طالما انا قلت انه لحد 20 في ريسبونس، ليه انا ما قللتش السي او 2 لحد 20؟ ليه ما خليش السي او 2 20 طالما انه لو انا عملت هايبر فنتليشن ده السي او 2 ده الانتراكرينيال بريشر هيقل اكتر؟ حد يعرف؟ هو غالبا بيعمل فازو كونستريكشن لما بيبقى في هايبوكاربيا، بيحصل فازو كونستريكشن وده بيقلل الدم اللي رايح للبرين. تمام، ده جزء. يبقى هنا نمره واحد علشان هيحصل اسكيميا. طيب وايه تاني؟ هيحصل هيرنيشن. هيرنيشن؟ هيرنيشن ليه هيحصل هيرنيشن؟ بيحصل لا، ما انا هنا انا كنترولينج الفنتليشن يا دكتوره ربيعه. انا دلوقتي بكنترول ده، انا مش بقول للعيان هايبر فنتليت، ده انا بكنترول ده عن طريق الميكانيكال فنتليتور، فالعيان هنا بره القصه خالص. هي طبعا الهايبوكابنيا لو انا ظبطها ل 20 ملم مركري هيحصل انتنس فازو كونستريكشن وهيحصل اسكيميا. في مشكله تانية في القصه دي، ان هيحصل ريسبيراتوري الكالوزز. والريسبيراتوري الكالوزز دي هتعمل ايه؟ انتوا عارفين دخل الفيتس. لا غير الفيتس، هو الفيتس طبعا لو العيان اصلا هو عنده مشكله، لكن انا بتكلم على القصه الفسيولوجيكال هنا، ان الاكسجين ديليفري هيتاثر. ليه؟ لانه الكالوزز بتشيفت الاكسجين هيموجلوبين ديسوشيشن كيرف تو ذا ليفت، وبالتالي الاوفلودنج اوف اكسجين على الليفل بتاعت التيشوز بيقل. خلاص، يبقى ده السبب ليه احنا بنتارجت الايه، السي او 2 ما بين 30 الى 35 مليمتر مركري. طيب النقطه اللي بعد كده ان انا تو افويد الهايبوكسيميا.
طبعا افويد الهايبوكسيميا عشان سببين اكيد. السبب الاولاني علشان طبعا الارتيريال اوكسجين كونتنت والاكسجين ديليفر، لكن السبب الثاني كمان ان الهايبوكسيميا ممكن تزود الانتراكرينيال بريشر. امتى الهايبوكسيا تزود الانتراكرينيال بريشر؟ لو الـ PO2 أقل من كام؟ حد يعرف؟ 50 مليمتر مركر. خلاص؟ يبقى هنا لو الـ PO2 مثلاً لو اعتبرنا إن هو 100، فلو الـ PO2 نزل من 100 لـ70 مثلاً فما فيش مشكلة. الـ PO2 نزل لحد 60 ده يقابله ساتوريشن تقريباً 90%، برضو الهايبوكسيا دي ما تأثرش على الـ ICP. امتى بيبدا الهايبوكسيا تعمل مشكله؟ لو البي او 2 اقل من 50 مليمتر مركر. لكن المهم في قصه الهايبوكسيا ايه؟ انه وانس ان الهايبوكسيا حصلت هيحصل سيريبرال فازو دايلاتيشن وات ايفر ايه الحاجه اللي انت مديها عشان تعمل كونستريكشن. يعني مثلا على سبيل المثال انت عامل هايبر فنتيليشن في السي او 2 بتاعك 30، وديت للعيان ده ثايوبنتال مثلا، الثايوبنتال ده سيريبرال فازو كونستريكتور، كل دي حاجات كونستريكتورز. خلاص لو البي او 2 اقل عن 50 الهايبوكسيا هنا هتعمل فازو دايلاتيشن وهت اوفر رايد اي فازو كونستريكتور ستيمولس. خلاص يبقى دي اهميه الايه الهايبوكسيا. هي الهايبوكسيا صحيح ما بتعملش سيريبرال فازو دايلاتيشن الا لما بيكون البي او 2 ليفل very low اللي هو اقل من 50، لكن once ان هي حصلت فهي بتدومينيت. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده ان انا to maintain الصوديوم ليفل اكتر من 150 ملي اكويفالنت بير لتر، دي نقطه من الحاجات المهمه في الاكيوت في الريسستيشن فيز. علشان كده بعض الناس يعني ما بيحبوش يستخدموا الهايبوتونيك فلويدز في الريسستيشن. احنا طبعا بنستخدم عاده النورمال سالاين، او يعني دي الحاجات المتاحه النورمال سالاين، وفي اذر سوليوشنز زي الايه زي الرينجر والرينجر لاكتيت والرينجر اسيتيت والكلام ده. طبعا الحاجات الرينجر لاكتيت والرينجر اسيتيت الحاجات دي بتكون هايبوتونيك. خلاص وبالتالي ممكن ان هي تقلل الصوديوم ليفل انيشيالي. خلاص يبقى انا هنا بتارجت صوديوم ليفل اكتر من 140 ملي اكويفالنت بير لتر. طيب لو انا كل الحاجات دي وستيل في ساينز اوف انكريز في الانتراكرينيال بريشر، او ان انا عايز اقلل الانتراكرينيال بريشر عشان اقلل السكندري بلين انسلت، فعندي اوبشن من اتنين. الاشهر طبعا ان احنا بندي المانيتول الدوز بتاعته من 0.1 الى 1 جرام لكل كيلو جرام. خلاص واحيانا ممكن احتاج ان انا ادي دايوريتكس معاها زي اللازكس، لكن طبعا تاخد بالك كويس جدا انه احيانا بتدي المانيتول وتلاقي الريسبونس مش قوي، ان العين ده ما بيجيبش بول كويس، فتدي للعين ده لازكس مثلا 20 ولا 40 ملي جرام، تلاقي العين ده بدا يجيب بقى بال10 لتر وال12 لتر والكلام ده. لو انت قررت ان انت تدي دايوريتكس زي الفيروزامايد او اللازكس، لازم تدي فيري سمول دوزز زي 5 ملي جرام في 5 ملي جرام وتستنى، لانه لو العين فتح فطبعا هيحصل مشكله. النقطة اللي بعد كده طبعا اللي هو الهايبرتونيك سالاين اللي هو عادة بيكون 3%، ده بندي الدوز بتاعته من 2 ل 3 مليلتر لكل كيلو جرام، ولازم يتاخد على مدار من 20 إلى 30 دقيقة. خلاص يبقى ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحاجات اللي أنا ممكن أعملها علشان أفويد أو أن أنا أقلل الـ ICP. يبقى أنا هنا في المين أرتيريال بريشر هأفويد الهايبوتنشن أو نتين المين أرتيريال بريشر فوق الـ 80 مليمتر مركري. بالنسبة للـ ICP أول حاجة هإليفيت الـ head of the bed أكتر من 35 درجة أو around 35 درجة، بمنتين الـ neutral head position، أمنتين الـ CO2 level من 30 لـ 35 مليمترز مركري، avoid الـ hypoxemia، همنتين الصوديوم فوق الـ 140 ملي equivalent per liter، أو إن أنا أستخدم المانيتول والـ hypertonic saline. طيب كل الحاجات دي أنا عملتها وفيلد إن أنا أكنترول الـ ICP، في حاجات تانية ممكن أقدر أعملها؟ ممكن تكنيك يا دكتور محمد. اللي إيه يا فندم؟ تكنيك ممكن. تكنيك. اللي هو التكنيك بديورال مثلاً.
يدور الدرينج للسي اس اف. بص هو طبعا الدرينج للسي اس اف، طب لو انا عملت، لو عيان عنده انكريز في الانتراكرينيال بريشر وعملت سب اراكنويد درينج، ممكن عندي يحصل له اكيوت هرنيشن. كونترا انديكيتد ان انا اعمل القصه دي لو العيان ده عنده اكيوت اي سي بي. لو العيان ده مركب اي في دي اوريدي فدي ممكن نستخدمها، بس القصه طبعا بتكون كنترول. لكن لو انا عملت انتراثيكال او سب اراكنويد بالسباينال نيدل يعني ممكن عندي يحصل له هرنيش. هو في ناس السايوبنتال اكسلنت، يبقى هنا الاندكشن اوف جنرال انستيزيا. طبعا مش اي جنرال انستيزيا، لازم الايه التوتال انترافينس انستيزيا زي ايه، زي طبعا الثابنتال والبروبوفول. خلاص طبعا هنا بس هاخد بالي من ايه بقى دكتور طارق لو انا عملت كده؟ معلش بتقول لحضرتك يا فندم، هاخد بالي من ايه لو انا قررت ان انا همشي العيان على ثايوبنتال او بروبوفول؟ بالظبط دكتور ايهاب قال هاخد بالي الهاي بوتنشال، الحاجات دي بتعمل هاي بوتنشال. خلاص الثايوبنتال طبعا والبروبوفول ازاي بيعملوا، بيقللوا الاي سي بي بالظبط، بيعمل فازو كونستريكشن. ازاي بقى؟ دايركت سيبر فازو كونستريكشن. لا مش دايركت. حد يعرف لو انتوا طبعا احنا بتهيألي معظمنا تخدير يعني على ما اعتقد، يعني في ناس معنا قدام روند دكتور حسام ربيعة. ازاي ثيوبنتال بيعمل سيريبرال فازو كونستريكشن دكتور ايهاب دكتور ايمان روبن هود فينومينون؟ ده مش التفسير يا دكتور ايهاب، ده انت ده السيريبرال بروتكتيف ايفكت. طبعا كلمه روبن هود دي انا هشرحها دلوقتي بما انه دكتور ايهاب قالها. يعني هو اظن دكتور محمد هو بيبلوك ال NMDA ريسبتور والصوديوم شانل بلوكر. لا برضو مش هو ده التفسير، وكمان له برضو ديكريز الالكتريكال اكتيفيتي اصلا. تمام، هو بيقلل السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين. خلاص السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين طبعا في محاضره الفسيولوجي اللي انا شرحتها المره اللي فاتت اللي هي الريكوردد، في علاقه دايما ريليشن ما بين السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين والسيريبرال بلاد فلو. لما بيزيد السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين الميتابولايتس بتزيد فبيحصل فازو دايلاتيشن. الاناستاتكس بتعمل ايه؟ بتسبرس الميتابوليزم، بتقلل السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين. زي مثلا الثيرابنتال ده ممكن يوصل بيه الحال ان هو يعمل ايزو الكتريك اي جي، وهي دي الفانكشن بتاعه الايه النيورونز. فطبعا بيقلل السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين فبتقل الميتابولايتس فبيحصل فازو كونستريكشن. خلاص القصه بقى بتاعت روبن هود افكت دي اللي دكتور ايهاب كان بيقول عليها هي ايه؟ ان انا دلوقتي لو انا عندي ادي جزء انفاركتد هنا او ده البرايمري انسلت، والبرايمري انسلت دي حواليها المنطقه اللي هي بنسميها الاسكيميك بنمبرا. طيب اللي بيحصل ايه بقى؟ لو انا عندي فيسل هنا جاي بيسبلاي المنطقه دي كده، خلاص هنا الفيسل اللي بيسبلاي المنطقه الاسكيميك دي بيحصل له حاجه اسمها فازوبليجيا. كلمه فازوبليجيا دي معناها ايه؟ معناها ان هي ماكسيمالي دايليتد. خلاص طيب انا دلوقتي اديت للعيان ده سيريبرال فازو كونستريكتور زي الثيوبنتال مثلا، فايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل ده الفيدنج فيسل. هل الفيسل ده اللي بيسبلاي الاسكيميك اريا هيحصل له فازو كونستريكشن؟ لا. ليه؟ لانه في فازوبليجيا. طيب الفازو كونستريكشن هيحصل فين؟ هيحصل في الفيسلز اللي هي البعيده. طب لما يحصل فازو كونستريكشن ايه اللي هيحصل؟ هيبدا البلاد يبقى شيفتد تووردز الاسكيميك اريا. دي بيسموها الروبن هود افكت، او بيسموها ريفرس ستيل فينومينون. عارفين روبن هود ده اللي هو الشخص اللي كان بيسرق علشان الفقراء، فهي
القصه هنا انه بيحصل ايه؟ ان انا لما بدي فازو كونستريكتور بيقفل الايه؟ بيحصل فازو كونستريكشن في النورمال فيسلز، لكن الفيسلز اللي بتسبلاي الاسكيميك ارياز دي بيكون فيها فازو بليجيا وبتكون ماكسيمالي دايليتد، فبالتالي البلاد هنا بيبقى شيفتد توارد الاسكيميك اريا. خلاص دي بيسموها الروبن هود ايفكت. يبقى انا هنا لو ما فيش ريسبونس لكل الميجرز اللي انا قلتها قبل كده، فاحنا في عندنا اوبشن هو ايه؟ ان انا بعمل اندكشن اوف جنرال انستيزيا، زي ان انا بستخدم الثيرابنتال او البروبوفول، لكن اخد بالي من المين ارتيريال بريشر. طيب ستيل في مشكله، الاي سي بي عالي، هنعمل ايه؟ هو ممكن تقلل المحاليل الهايبوفوليميا يعني عن طريق السي في بي يبقى من 10 ل 12 مثلا، ولا لا السي في بي دي ما تدخلناش في الخناقه دي الله يخليك يا دكتور طارق. ماشي تمام. ممكن تروح محمد كرينيوتومي في خناقه السي في بي اكيد. ممكن كرينيوتومي يا دكتور محمد؟ يا دكتور ايمن كرينيوتومي كبروفلاكتيك حاجه اسمها دي كومبرسيف او دي كومبريشن كرينيوتومي. دي كومبريشن كرينيوتومي دي احيانا بيشيلوا زي جزء من السكال كده علشان ايه؟ يقللوا التنشن، وممكن كمان يعملوا حاجه اسمها فرونتال لوبكتومي. انتوا عارفين ان في ناس بتشيل الفرونتال لوب كله عادي بيعيشوا، بس بيحصل لهم بيهيفيرال تشينجز وكلام زي كده. خلاص يبقى ده اول جزء زي ما قلنا علشان اقلل الايه؟ السكندري برين انسلت. زي ما قلنا انا فكرت فيها ازاي؟ بفكر فيها البالانس ما بين السبلاي والديماند. قلنا الدليفري سيريبرال بلاد فلو في ارتيريال اوكسجين كونتنت، سيريبرال بلاد فلو سيريبرال برفيوجن بريشر على فاسكولار ريزيستنس، اتكلمنا على المين ارتيريال بريشر هعمل ايه؟ افويد الهايبوتنشن، اعمل كذا وكذا وكذا. وفي الريزيستنت كيسز هستخدم الثيرابنتال بروبوفول، دي كومبريشن كرينيوتومي او فرونتال لوبكتومي. خلاص طيب نيجي بعد كده على الجزء الثاني اللي هو احنا كده كنا بنتكلم على السيريبرال بلاد فلو، اتكلمنا على المين ارتيريال بريشر واتكلمنا على الانتراكرينيال بريشر. طيب هنا الارتيريال اوكسجين كونتنت اهم فاكتورز فيهم هو الهيموجلوبين والساتوريشن. يبقى انا هعمل ايه؟ هكوركت الانيميا. لو العيان ده مثلا هيموراجيك على سبيل المثال يبقى انا لازم اكوركت الانيميا، والساتوريشن ان انا برفع الساتوريشن لازم يكون فوق ال 92%. خلاص طبعا هنا التارجت هيموجلوبين في العيانين السي ان اس او النيورولوجيكال انسلت بيكون اراوند 8 جرام بر ديسيليتر. خلاص طبعا ما بعملش تارجت لارقام اكتر من العشرة، لان لقوا انه ده بيبقى اسوشيتد مع الادفيرس اوتكم. خلاص يبقى هو ايه؟ مش كتر ترانسفيوجن او دم وكلام زي كده. خلاص طيب نيجي بقى على الجزء الثاني وهو الاكسجين ديماند. الاكسجين ديماند اللي هو بيحدده طبعا السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اكسجين. طبعا هنا السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اكسجين في حاجه هنا من ضمن الحاجات يعني انا برضو ما قلتهاش في قصه الاي سي بي، احيانا في بعض المصادر او الريفيوز يعني بيتكلموا على الانديوسد هايبوثيرميا، بس القصه دي يعني ما عليهاش ايفيدنس ان هي بتحسن الاوتكم. انما المهم قوي ان انا لازم احافظ على النورموثيرميا. يعني فكره ان انا اعمل هايبوثيرميا دي محل خلاف، انما المهم جدا ان انا لازم افويد الهايبوثيرميا. كل انكريز في البلد في البادي تمبرتشر 1 سيليزيوس ديجري بيزود السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اكسجين 8%. خلاص طيب يبقى انا لازم هنا افويد الهايبرثيرميا. طب والهايبرثيرميا هتيجي منين اصلا؟ ايه اللي هيخلي العيان ده يحصل له هايبرثيرميا؟ ممكن الهايبوثالاموس نفسه سيرموجين سيستم، انا عندي حصل له انسلت في الهايبوثالاموس، وعاده العيانين دول بيحصل لهم الفيفر بتاعتهم بتبقى درجه حرارتهم اكتر من 40، وبيكون عندهم افكشن لقصه الهيت ريجوليشن ميكانيزم زي السويتنج وخلافه. العيان ما بيعرقش، هو درجه حرارته شايطه كده. فدي واحده من الحاجات. ايه تاني؟ انفكشن. بالظبط، نيفر نيفر تو اكسكلود انفكشن، لازم تدور على انفكشن. خلاص
عيان بقى مركب سنترال لاين مش عارفه ايه في ديفايس الكلام ده، يبقى انا لازم اخد بالي من النقطه دي. النقطه الثالثه وهي الهيماتوما. الهيماتوما نفسها الابزوربشن اوف هيماتوما ده بيعمل فيفر خلاص، وده بنشوفه في حالات كتيره مثلا زي عيانين السب اركنويد هيموريدج مثلا انترا سيريبرال هيماتوما، عيان عنده مثلا انترا بريتونيال هيماتوما، عنده سكالب هيماتوما، كل الحاجات دي الابزوربشن بتاعتها بتعمل فيفر، يبقى بس طبعا ما بتوصلش ل 40 زي بتاعه قصه الهايبوثالاموس. طبعا زي ما قلنا لازم نيفر تو اكسكلود الانفكشن. الخلاصه في الموضوع ايه؟ ان انا لازم احافظ على النورموثيرميا خلاص، الهايبوثيرميا عليها خلاف لكن هحافظ على النورموثيرميا. النقطه الثانيه ان انا تو افويد السيجرز، لو العيان ده في اكتيف سيجرز يبقى انا لازم اعمل لها كنترول، واتكلمنا على القصه دي بالتفصيل لما كنا بنتكلم على الستاتس ابيلابتكس. طبعا في حاجات كتيره قوي بيكون من ضمن المانجمنت بتاعها ان احنا بندي بروفيلاكتيك انتي ابيلابتيك دراجز، وفي حاجات تانية بتستنى او داز نوت ريكومند البروفيلاكسز. من الحاجات المهمه في السيجرز او البروفيلاكسز اوف سيجرز هي التروماتيك برين انجري. لو العيان ده عنده تروماتيك برين انجري فغالبا العيان دول بنكتب لهم الفينيتوين بالذات اول 7 ايام. لو العيان ده ما حصلوش سيجرز فبنوقف الفينيتوين، لو حصل شيء سيجرز بيكمل بعد كده مع النيورولوجي علشان يعرف ايه هل هيوقفها ولا لا. طيب لو العيان بيعمل كنترولد تروما زي عيان مثلا بيعمل سيرجي مثلا، امتى ادي للعيان انتي ابيلبتيك؟ عيان مثلا عنده برين تيومر عند حضرتك في الرعايه، او عيان حصل له انترا سيريبرال هيموريدج وهيخش الاي سي، هيخش الجراح قال لك هخش هفضي الهيماتوما، تدي للعيان ده انتي ابيلبتيك ولا ما تديلوش؟ احنا بنديله بروفلاكتيك. بنديله بروفيلاكتيك ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى العين ده هنديله بروفيلاكتيك؟ صراحة احنا نطي دكتور محمد على مود يعني نعلي الثريشولد اوف سيجر. تمام انا اقصد مين نوعية العيان اللي انا لازم اديله بروفيلاكتيك؟ طيب اي عيان هيفتح الديوره يبقى لازم ياخد انتي ابيلابتيك خلاص، دي قاعده. اي عيان هيفتح الديوره يبقى لازم ياخد انتي ابيلابتيك. يعني انا ممكن العيان مثلا يكون هيعمل اكسترا ديوره الهيماتوما وما ادلوش انتي ابيلابتيك، مفيش مشكله. ليه؟ لانه مش هيفتح الديوره. طيب لو العيان تروماتيك برين انجري ان جنرال امتى بفكر ان انا اديله؟ عاده بنديله، لكن في حاجات بتزود الريسك ان العيان ده يحصل له فعلا سيجرز. زي ايه؟ زي العيان يكون الجلاسكوما سكور بتاعه من الاول يكون اقل من 10 خلاص، ان العيان ده يكون عنده سكال فراكتشر ديبرست فراكتشر، ان هو يكون اصلا العيان ده يكون عنده ان هو اصلا ايبيلابتيك فبالتالي هو كده كده هياخد، او ان العيان ده عنده انترا سيريبرال هيماتوما خلاص. الحاجات دي بتزود الريسك ان العيان ده يحصل له فعلا سيجرز، لكن القاعده ان انا بدي البروفيلاكسز لمده 7 ايام، وبعد ال7 ايام بنشوف حصل له بكمل، ما حصلوش بوقف خلاص. طيب العيانين اللي عندهم سب اركنويد هيموريدج بنديهم بروفيلاكتيك انتي ابيلابتيك ولا لا؟ عيان سب اركنويد هيموريدج ودخل عمل كويلنج وطلع بوست اوبراتيف دخل لحضرتك الاي سي يو، هتدي له بروفيلاكتيك انتي ابيليبتيك ولا لا؟ ايه رايكم يا جماعه، ندي ولا ما نديش؟ ولو العين عملت ريبس ده المفروض ياخد بروفيلاكتيك انتي سنتين، اما الكويلنج ده معرفش لان هو المفروض كويلنج او كليبنج. تمام حضرتك بتقول لو كويلنج مش هدي لكن لو كليبنج هدي، تمام كده؟ ده اللي انا عارفه. طب قبل البروسيجر اصلا هتدي ولا مش هتدي؟ طب انا فين؟ لا هبدي قبل البروسيجر بندي.
طيب هي الريكومنديشنز هنا، الريكومنديشنز ان انا اجينست ان انا ادي انتي بروفيلاكتيك انتي ايبيليبتيك في السب اراكنويد هيمورج بالذات. خلاص ليه؟ لان هم لقوا ان ده بيسوق الاورطه. امتى هدي؟ لو العيان ده حصل له سيجرز بالفعل. خلاص الريكومندد انتي ايبيليبتيك في الحاله دي هو الليفي تراسيتام اللي هو الكبرا او التراتام. خلاص طيب يبقى نمرة واحد avoid the hyperthermia أو maintain the normothermia. avoid طبعا السيجرز، لازم أكون very aggressive مع السيجرز، وخدوا بالكم من الحتة دي ال non-epileptic seizures كمان. خلاص وأخيرا to avoid the hypo والhyperglycemia. طيب يبقى أنا هنا في حاجات to do وفي حاجات to avoid علشان أعمل cerebral protection وavoid the secondary brain injury. التدو ان انا to elevate the head of the bed to 30. طبعا قبل الكلام ده خالص الاي بي سي ابروتش زي ما اتفقنا والانترفنشن والدياجنوزس، elevate the head of the bed, maintain a neutral head position, همنتين النورموثيرميا، هخلي المين ارتيريال بريشر فوق ال 80، همنتين النورموغلايسيميا، ومنتين النورمال اي سي بي بالطرق الكتيره اللي احنا قلناها. To avoid الهايبو والهايبرجلايسيميا الاثنين بيسواوا الاوتكم، الهايبرثيرميا، السيجرز، الهايبوكسيا، الانيميا، والهايبوتنشن. تمام ده بالنسبه لي محاضره النهارده، محاضره بسيطه وصغيره. حد عنده اي سؤال؟ اي اسئله يا جماعه؟ راند معلش يا دكتور محمد، بالنسبه للفلويد ريستريكشن ما اعرفش موضوع السي في بي، ما حضرتك كنت بتقول ان في مشكله فانا مش عارف. لا طبعا دي قصه السي في بي دي قصه طويله. هي طبعا الفلويد ريستريكشن هنا ليه هعمل فلويد ريستريكشن؟ يعني ايه الهدف من ان انا اعمل قصه الاي سي بي ما لهاش علاقه خالص بالفلويد ريستريكشن. يعني قصه الفلويد ريستريكشن دي اوتسايد الموضوع لو ده السؤال، انما هاو تو كنترول الفلويد بالانس دي قصة كبيرة بقى. السي في بي لا يعني اتفضل. لا يعني قصدي احنا دايما كنا بنعمل بنقلل الريكويرمنت بتاع البيشنت ده 50% من التوتال ريكويرمنت. وتاني حاجه ان احنا بنافويد مثلا الدي 5. طبعا انا قلت الهايبوتونيك، ما انا قلت الهايبوتونيك سوليوشنز بنستخدمها. ده اساسي طبعا. انا ما اتكلمتش على الدي 5 لان انا ده مش ريسستيشن فلويد اساسا، لكن طبعا انت لو انا في الاي سي يو طبعا مش هستخدم طبعا هايبوتونيك سولوشن زي الدي 5 ده اكيد. يعني في فرق بين الاوزمولاريتي، في فرق بين الاوزمولاريتي وما بين الفلويد ستاتس، دي حاجه ودي حاجه. الاوزمولاريتي اللي احنا بنتكلم فيها اذا كان الفلويد ده ايزو اوزمولار او ايزوتونيك او ان هو هايبوتونيك او هايبو اوزمولار، خلاص دي قصه. انما الفلويد ستاتس دي حاجه تانية. تمام. يعني لما بندي سلاين او نورمال سلاين يعني كده هيزود الاوزموتيك افكت همنتين على الاقل، مش يعني مش هيحصل ان انا هدي حاجه هايبوتونيك، فبالتالي مش هقلل الاوزمولاريتي بتاعه البلازما. طبعا انا مش بريكومند النورمال سلاين او مش ده اللي احنا بنستخدمه، اللي بنستخدمه هي البالانسد سولوشن. خلاص طبعا القصه دي عليها ديبيت. يعني طبعا النورمال سلاين طبعا احنا خلي بالك في فرق ما بين الريسستيشن فيز وما بين بقى المانجمنت في الاي سي يو. الريسستيشن فيز مش هنختلف، انت اديت نورمال سلاين اديت رينجر مش هتفرق، انما بعد كده لو انت كملت على النورمال سلاين، لا النورمال سلاين طبعا عليه كلام كتير في كمنتنس فلويد في الاي سي يو، ان هو طبعا بيزود الاوزمولاريتي وان هو بيعمل اسيدوزز وان بيعمل اكيوت تيوبولر اسيدوزز وبيعمل اكيوت كيدني انجري وكلام زي كده. فاستخدام النورمال سلاين كاز مينتنس فلويد ده is not recommended. طب بنستخدم مكانه ايه؟ بنستخدم مكانه رينجر، الرينجر العادي مش الرينجر لاكتيت او الاسيتيت. طب الرينجر لاكتيت واسيتيت طبعا كلكم عارفين ان هما الحاجات دي hypotonic solutions. الريكومنديشنز في الاول كانت against تماما استخدامهم، انما بعد كده بقى برضو الكلام بقى شوية مش very tight. يعني بنستخدمه احنا في الانتنسف كير بتاعتنا، بنستخدم الرينجر اسيتيت والرينجر لاكتيت as a maintenance fluid. تمام. يعني انا received the patient ده في الانستيزيا في السيتر، فانا ببدا دايما بنعمل له الريهايدريشن بتاعه. تمام. انت حضرتك دكتور تخدير؟
انا سيزي. تمام. انا بس عشان ايه نبقى يعني انت في الاناستيزيا، ايه السؤال بقى؟ يعني الفرق ما بين الاناستيك رول والاي سي يو رول في الحتة دي. الأناستيزيا دي قصة مختلفة. ليه؟ لأن هنا أنت السيرج، أنت دلوقتي دورك كأنيثيتست إن العمدة داخل هيعمل سيرج، هيحصل له حادثة في العمليات، هيعمل سيرجيكال تروما انترا أوبريتيف. فأنا وظيفتي كذا حاجة. نمرة واحد إن أنا أمنتين طبعا اللايف أوف ذا بيشنت بكل ما تعنيها الكلمة، سواء كان البرين، سواء كانت الكيدني، سواء كان أي حاجة تانية. النقطة التانية إن أنا ألمت البرايمري والسكندري انسلت. النقطة الثالثة إن أنا، ودي نقطة بقى مهمة جدا جدا، إن أنا أحسن السيرجيكال فيلد. خلاص؟ تمام. أنت هنا جزء من المانجمنت اللي أنت بتتكلم عليه ده علشان أحسن السيرجيكال اكسبوجر. خلاص؟ ده يمكن ملوش علاقة قوي باللي إحنا بنقوله. طبعا الناس اللي لو إحنا معانا حد مش تخدير يعني، طبعا إحنا عادة بندي طبعا المانيتول في بداية العمليات وكلام زي كده علشان نقلل التنشن وكلام زي كده، فهو يقدر ان هو يكسبوز وكلام زي كده، ويقدر ان هو يبدأ ان هو ايه يحاول يوصل للايه لل الفيلد. للفيلد بتاعه، عشان ما يحصلش هرنيشن للبرين من الفتحة اللي هو عاملها والكلام ده. تمام. فده دي قصة شوية يعني مختلفة، او مش مختلفة بس يعني سيتويشن مختلف. انت عندك سؤال معين بقى في الحتة دي؟ الحتة دي بس انا اهم حاجة ان انا لما ابدأ الانستيزيا بتاعنا انا بدي مودريت فلويد برضو، وبعدين قبل الاكسبوجر بنبدأ ندي دي هايدريتنج ميجرز عشان السيرجيكال فيلد يبقى مور بيتر للسيرج. تمام. طيب ده هو هنا بعد كلمتك يا دكتور، هو حضرتك دكتور محمد مش كده؟ بس عشان مش ظاهر اسمك. محمد. انت بتعمل هنا برين دي هايدريشن، مش بروتكشن. بتعمل دي هايدريشن للعيان. خلاص؟ تمام. ففكرة ان انت بتدي دي هايدريتنج ميجر فتقوم ما تديش العام فلويدز، ده كلام مش مظبوط. المفروض ان انا بعوض اليورين اوتبوت. خلاص. ما احنا بنعمل البالانس، يعني انا قصدي ان احنا بنريستريكت الفلويد وفي نفس الوقت بندي مانيتور. لا انا ما بعملش ريستريكشن، ما بعملش ريستريكشن للفلويد، انا بدي مانيتول. المانيتول بيعمل ايه؟ المانيتول عشان هو بيزود الاوزمولاريتي بتاعت البلد، فبيعمل ايه؟ بيروح ساحب الفلويدز من الانترستيشيوم وبتنزل. خلاص. انا لما ادي حاجه بقى ايزوتونيك هي مش هتديفيوز باك للبرين. خلاص. أيه. ليه مش هتديفيوز باك؟ لان الاوزمولاريتي ثابته. ما هو عشان يتحرك الفلويد ما بين الكومبارتمنتس وبعضها لازم يكون في تغير في الاوزمولاريتي. خلاص. فانت لما اديت المانيتول ده زود الاوزمولاريتي وبالتالي سحب الفلويدز من الانترستيشيوم. خلاص. انت لما تدي عشان الفلويدز اللي في الانترستيشن دي تبقى ريبليسد لازم ادي ميه او جلوكوز مثلا. انما انا بدي فلويدز عادي بمنتين اليوفوليميا، لان في عمليات مثلا على سبيل المثال بتبقى في بيحصل بليدنج، فانا هنا ما ينفعش ان انا يعني اكمبرومايز الفانكشن بتاعت الاذر اورجنز علشان انا مثلا في فكري ان انا كده بحافظ على الدي هايدريشن. طيب احنا ما بنحطش سنترال لاين بقى، يعني في بعض البيشنت ممكن بيحتاجوا، يعني دايما واحنا بننقلهم للاي سي يو بعض البيشنت بيحتاجوا لهم طبعا سنترال لاين او انفيزيف لاينز. تمام. السنترال لاين دي قصه طبعا بتختلف على حسب الجراح، وبتختلف على حسب حاجات كتيره قوي. لو طبعا يعني انا مثلا كنت بشتغل مع ناس في مستشفى هنا اسمها نيوروسبيتاليا، اكيد انتوا سمعنا عنها، يعني دي فيها ناس جراحين تقال قوي وعارفين هما بيعملوا ايه وكلام زي كده. ده ممكن استخدم معاه كانيولات وبتاع، وانت عارف القصه اولها ايه واخرها ايه. انما واحد داخل يعك فانت طبعا لازم تامن نفسك من الاول. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه السنترال لاين لو انت مثلا في عيان هيعمل حاجه في بوزيشن مثلا زي السيتنج بوزيشن، او في اي ريسك من اي نوع للايرمبوليزم، على الرغم من ان الموضوع ما عليهوش هاي ايفيدنس وكلام زي كده، لكن السنترال لاين لازم من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها علشان لو العيان حصل له ايرمبوليزم تقدر تستخدمه. ايوه. ثالث حاجه، عيان اكسبكتد ان هو هيطول في الاي سي يو، وهنحتاج السنترال لاين ده بقى عشان ايا كان بقى في ميديكيشنز مش عارف ايه كلام زي كده، برضو دي من الحاجات يعني. اوكي. تمام. طيب شكرا.
العفو دكتور محمد. رام اتفضلي. مريض مثلا سبب يورال هيماتوما وخلوه كونزرفاتيف بالاي سي يو، ممكن استخدام الفالبروت اسيد؟ ممكن نستخدم ايه معلش يا رام؟ بالنسبه لاستخدام الفالبروت اسيد معلش يا رامز، مش قادر اسمع اخر جزء. استخدام التيجريتول كانتي ايبيليبتيك يعني واحده من اللاينز. والله بصي، هو السب ديورال دي يعني تروماتيك ولا سبونتينيوس؟ تروماتيك. تروماتيك. والله التيجريتول انا يعني هي الريكومنديشنز فينيتوين، دي ريكومنديشنز، الريكومنديشنز فينيتوين. هستخدم حاجه تاني كبروفيلاكسز وارد، بس بالجايد لاين المفروض انه الافكاسي للفينيتون. انا قصدي دكتور بموضوع البليدنج يعني، لانه هو حيأثر على البليتليت فانكشن، فاني يعني قريتها باحد الكتب انه هو كونترا انديكيشن يعني هيش معنى. رند، انا دي معلومه انا بصراحه يعني مش قادر افتكرها كويس، يعني قصه تاثير التجريتول على البليتليت، ف ما اعرفش هل تاثيرها على البليتليت كونترا انديكيت استخدامها في السب ديورال هيماتوما، يعني ده برضو سؤال. طب اذا كان احنا اصلا بندي للعيانين دول انتي كواجلنت، يعني العيانه السب ديورال هيماتوما عاده بعد تاني يوم بندي هيبرين او بندي كليكسان، يعني فاقصد يعني هل القصه لدرجه ان هو كونترا انديكيشن، انا ما اعرفش. وهل هو هيأثر على البليتليت الطريقه انه ممكن يسوي سيجنيفيكانت؟ مش فاكر المعلومه دي يا رند بصراحه، مش فاكرها. يعني التجريتول تأثير، هو احنا بنستخدمه كلينيكالي، يعني انا مش عارف المعلومه مش فاكرها، انما كلينيكالي بنستخدمه ما فيش مشاكل، يعني الموضوع مش بهذا الوضوح يعني، انما كمعلومه او اوتكم او كونترا انديكيشن او كده، لا انا مش ما عنديش المعلومه دي معلش. تمام. وبالنسبه للمصطلح الباربيتوريت كوما، ال باربيتوريت كوما، ماله يعني هو شنو الفكره؟ يعني احنا مثلا باربيتوريت كوما دي كلمه قديمه يعني، يعني هي طبعا القصه دي ان انت، ودي برضو من الحاجات اللي يعني ايه اللي برضو عليها خلاف، يعني احنا مثلا لما كنا بنتكلم على الستاتس ابيليبتكس كنا بنتكلم ان احنا واحده من الميجرز اللي بنعملها ان انا ممكن ان انا اعمل اندكشن للجنرال انستيزيا اما بالبروبوفول او الثالبنتام. الخلاف بقى هنا فين بقى؟ لاي ليفل؟ هل بس ان انا بسبرس الالكتريكال اكتيفيتي اللي هي الزياده دي اللي هي بتاعه السيجرز والكلام ده، ولا ان انا اعمل ايزو الكتريك اي جي، وهو ده اللي انت تقصديه اللي هو كلمه الباربيتوريت كوما؟ هل انا بعمل اللي هي بيسموها البيرست سبريشن، ده المصطلح الجديد بتاعها اللي هو بيرست سبريشن. بيرست سبريشن يعني انا بعمل ايزو الكتريك اي جي. طبعا انا كل ما بزود الريت اوف انفيوجن او الكونسنتريشن كل ما بيظهر لي السايد افكت بتاع الدواء اللي انا بديه اللي هو طبعا الهايبوتنشن. خلاص، في خلاف بقى ات ويتش ليفل او ايه الاوبتيمم ليفل اللي انا استخدمه، انما ده طبعا في سياق مين؟ الستاتس ابيليبتكس. انما لو انا بتكلم على الاي سي بي، اكيد كل ما هزود الدبث بتاعه السبريشن كل ما كان الافكت هيكون اكبر. خلاص، الستاتس انا عايز امنع الابيليبسي بس، انما هنا انا عايز اقلل الاي سي بي. فهي فكره ان انا لما بدي الاناستاتيك الالكتريكال اكتيفيتي بتبقى سبريسد 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 لحد ما بتوصل بيبقى ايزو الكتريك. الايزو الكتريك ده هو ده اللي بيسموه باربيتوريت كوما او البيرت سبريشن. ده لو ده السؤال يعني. تمام. وهو يعني دكتور موضوع ال تايوبنتال انفيوجن مع او ضد، هو يعني زيرو اوردر كاينتيك واكيميليشن وكذا. تمام. عاده اللي احنا بنستخدمه عاده بنستخدم البروبوفول، لانه طبعا الفارماكو دايناميك بروفايل بتاعه طبعا احسن من الثايوبنتال، انما احيانا في بعض العيانين ما بيستجيبوش للبروبوفول. طبعا انا مش بتكلم على الاي سي بي هنا، انا بتكلم على الستاتس ابيليبتكس. الاي سي بي عاده بنستخدم البروبوفول لان هو زي ما قلت لك الفارماكو دايناميك بروفايل بتاعه احسن من الثايوبنتال، انما في حالات من الستاتس ابيليبتكس داز نوت ريسبوند للبروبوفول وبنضطر ان احنا نمشي الثايوبنتال. طبعا اكيد هيحصل طبعا اكيوميليشن والكلام ده، وطبعا ده حاجه هتبقى كونسيدرد لما هقرر ان انا اصح العيان، ان انا هبقى فاهم ان انا محتاج استنى 3 4 ساعات عشان اتاكد ان عندي صح.
تمام، شكرا جزيلا. العفو العفو. طيب حد عنده اي اسئله اخرى يا جماعه؟ دكتور محمد، بالنسبه للبيتا بلوكر او الكورتيكوسترويد الثانيين تروماتيك برين انجري، هل ليهم رول ولا لا؟ الاستيرويدز كونترا انديكيتد في تروماتيك برين انجري، والايفيدنس بيقول ان هي بتزوق الاوتكم، بتزود المورتاليتي، وبالتالي كونترا انديكيتد. ما ينفعش تكتب استيرويد في عيان تروما تروماتيك برين انجري الا في حاله واحده بس، لو يعني مضطر، يعني مثلا على سبيل عيان عنده سيفير ازمه فانت مضطر تدي استيرويدز، عيان دخل في سيبتك شوك فانا مضطر على فيري هاي دوزز من الفازوبريسورز والانوتروبس. فانتوا عارفين طبعا الريكومنديشن احنا بندي 50 ملغ هيدروكورتيزون كل 6 ساعات، اذروايز كونترا انديكيتد استخدام الاستيرويدز في التروماتيك برين انج. البيتا بلوكرز هاز نو رول اصلا في القصه دي خالص، ملهاش اي دور. ايه دور البيتا بلوكرز في الموضوع غير ان انا لو انا عايز اكنترول البلاد بريشر او حاجه، دي قصه ثانيه. انما ده لو عيان مثلا عيان عادي، لكن عيان مثلا عنده هايبرتنسيف انكيفالوباثي مثلا، او حصل له انتراكرينيال هيموريدج مثلا سبونتينيوس. انما تروما، ايه علاقه البيتا بلوكر بالتروما بالتروماتيك برين انجري؟ دكتور ابراهيم، الهارت ريت بيبقى عالي في بعض الحالات ديت، فبيلجأوا للإدرال. في عيانين بيحصل لهم حاجه اسمها الترانزيانت سمباثيتك اكتيفيتي او التي اس اي، بس طبعا دي بتحصل لو العيان الكونشس ليفل بتاعه مش كويس، وبتلاقي العيان ده بدا يبقى فيفرش بعدها بكذا يوم، الكونشس ليفل بتاعه مش كويس، وبتلاقي العيان ده الهارت ريت بتاعه بدا بيعلى كده بطريقه يعني بيوصل ل 140 و150. المنظر ده بنشوفه كتير جدا جدا في عيانين تروماتيك برين انج. خلاص، احنا بندي هنا البيتا بلوكر لهذا السبب، اللي هما بيحصل لهم اوتونوميك انستابيليتي، يبقى هذا الكاتيجوري من العيانين. انما القصه دي ملهاش اني رول في ان هي ليها برين بروتكشن او حاجه زي كده. انما في العيانين اللي عندهم ترانزيانت سمباثيتك اكتيفيتي دول بندي لهم البيتا بلوكر فعلا، لكن لازم اتاكد ان دي مش نون ابيليبتيك فيتس. لازم اتاكد الاول ان التاكي كارديا دي مش نون ابيليبتيك فيتس. لو هي مش نون ابيليبتيك فيتس بندي بيتا بلوكرز. حد عنده اي اسئله اخرى يا جماعه؟ نتقابل ان شاء الله باذن الله يوم الاحد القادم باذن الله. يلا السلام عليكم.